بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام متابعينا في كل مكان هنا في أرضية الميدان وتغطية إعلامية تأتي من شبكة الفارس العالمي في بطولة المحترفين بنسختها الأولى ما بين فريقي السياد إفريقيا وما بين فريقي اليوفي بفوز السياد إفريقيا بضربات الترجيح التي شدت الأعصاب نوعا ما في هذه المباراة الصعبة نقول عنها برتم خاص وبانسجام عالي. هنا أيضا لدينا حارس فريق اليوفي الذي أصاب قبل المباراة بليلة واحدة. أول شيء أقول لك الحمد لله السلامة وهارد لك على الخسارة. الله يسلمك والحمد لله لك الحال. الخسارة يعني هي أولا وأخيرا ضربات حظ وما الله أراد أن نفوز أولا وأخيرا، وشفت أكثر من كورة نضيع كورتين الحمد لله لك الحال، ونبارك لأسعد إفريقيا التهم. هل كان ودك أن تشارك في أرضية الميدان مع أخو زملائك في أرض الملعب؟ والله كان ودي بس القدر مكتوب أولا أخيرا بالإصابة الحمد لله. ما هو شعورك بعد الخسارة وما هي الكلمة الفنية التي تقولها لدى زملائك؟ والله أكيد شعوري راح يكون محبط نوعا ما، لكن أقول شدوا حيلكم البطولات أكثر إن شاء الله. هل سنرى متعب في المباراة القادمة أو في بطولة أخرى؟ إن شاء الله. يعطيك العافية. الله يعافيك. التغطية الميدانية نتكلم عنها من شبكة الفارس العالمي، والشكر الكبير أيضا للمشاهدين والشكر أيضا لما وراء الكاميرا علي العوض، وهنا أخوكم دائما وأبدا على التغطية الميدانية أخوكم عبد الله العمري. دمتم بحفظ الله وسلام من الله ورحمته وبركاته.